هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب، ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. هذا الحديث يبين لنا الحقوق الأساسية للمسلم على أخيه المسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، إذا سلم عليك وقال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمن حقه عليك أن ترد عليه سلامه وتقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والشيء الثاني: عيادة المريض، إذا مرض أخوك أخاك المسلم فيجب أن تعايده وتذهب لعيادته، تأخذ أحواله. واتباع الجنائز، مات أحد من إخوانك المسلمين فيجب أن تتبع جنازته، تمشي تشارك في جنازته. وإجابة الدعوة، دعاك للطعام أو المشاركة في طعامه فيجب أن تجيب دعوته وإجابة الدعوة. وتشميت العاطس، هو عطس وقال بعد العطس وبعد العطاس قال الحمد لله، فكما ورد في الحديث الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. أي مسلم سمع عطاسه وبعد العطاس تحميده فيجب على كل مسلم أن يقول له يرحمك الله. هذا معنى تشميت العاطس. فهذه يا إخوة الكرام وعزيزاتي الطالبات، هذا الحديث يبين لنا حق المسلم على المسلم، ويجب أن يحفظ جيدا ونستحضره، يكون مستحضرا عندنا في كل الأوقات، لأن عادة في اليوم لابد أن نواجه شيئا من هذه الأشياء أو أمرا من هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث. إما يسلم عليك أحد فيجب أن نعرف أن هذا المسلم علي الذي سلم علي رد سلامه واجب علي، هذا من حقه لأنه أخي المسلم. أو يمرض أحد فيجب أن نذهب ونتفقد أحواله ونأخذ أحواله، أو يموت أحد فنتبع جنازته، ولكن هذا للرجال دون النساء. وإجابة الدعوة، أحد يدعونا إلى المشاركة في طعامه، نحن نحتاج أو لا نحتاج ليس ضروري هذا، ولكن حتى نراعي حقه يجب أن نقبل دعوته. وتشميت العاطس أكثر شيء أحد يعطس فيجب أن نشمته ونقول له يرحمك الله. ليس كما في زمننا هذا، أحد إذا عطس الآخر يقول له: ما لك يا أخي، أنت أصبت بكورونا، هل أصابك شيء؟ ما الذي تفعل؟ لماذا تعطس؟ فبدل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم والدين يبين لنا ماذا ينبغي أن نقول لهذا العاطس. نقول له يرحمك الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
أجمعين.